وإلى الملف الاقتصادي. في إطار الدور الرقابي للبنك المركزي اليمني على القطاع المصرفي والحد من أي تلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، سحب البنك اليوم تراخيص شركتي الصيف والياباني للصرافة، وذلك لإخلالهم بشروط منح تراخيص مزاولة الصرافة. وقال البنك المركزي اليمني إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها البنك المركزي لتهدئة السوق وعدم الانجرار نحو المضاربة بسعر الصرف. في ظل ما تتعرض له سوريا من حرب كونية منذ سنوات، لا يزال الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات السورية إيجابيا، حيث ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بجلسة التداولات اليوم 10.37 نقطة عن الجلسة الماضية، وبنسبة تغير موجبة قدرها 75%، ليغلق عند قيمة 1391 نقطة، وبلغ حجم التداول 84394 سهما موزعة على 51 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 9 ملايين ليرة. وارتفعت أسهم 4 شركات عن أسعار إغلاق جلسة التداول السابقة، ولم تشهد الجلسة أي تداول على أسهم الشركات الأخرى المدرجة في السوق. قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم إنه إذا ظلت أسعار النفط في المستويات المنخفضة الحالية، فإن الاعتماد على نفط الشرق الأوسط سيرتفع بنسبة 75% على الأقل. وذكر بيرول في كلمة أمام منتدى في بروكسل أن أسباب انخفاض أسعار النفط الحالية تعود إلى وجود كمية ضخمة في الأسواق من النفط الصخري من الولايات المتحدة، وبطء نمو الطلب العالمي للنفط بسبب الاستخدام الفعال للطاقة في قطاع المواصلات. وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن تنتعش أسعار النفط بحلول العام القادم، لكنها لن ترتفع بصورة كبيرة مثل ما حدث بالعام الماضي.